حول حياتك بتركيب خط ADSL Access مجانا من الاتصالات، واحصل على مكالمات محلية غير محدودة و30 دقيقة اتصال دولي مجانا ولمدة 3 شهور. رسوم الاشتراك في الحملة 10 شيكل فقط. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم المجاني 199 أو زيارة أقرب مركز اتصالات أو من خلال شبكة موزعين المعتمدين. احنا دائما في حملات مستمرة، احنا يعني قررنا انه تكون 2011 من اكبر السنين اللي راح يكون فيها حملات وتواجد الاتصالات. حملة لون حياتك اللي حملة متعلقة بخدمة خط النفاذ اللي هو الـ ADSL Access اللي بتاخدوه من بالتل، زي ما كان عندكم علم انه احنا اول السنة كان في عنا اللي هو الـ Bitstream Access اللي هو خط النفاذ. خط النفاذ بتاخده من شركة الاتصالات، والانترنت بتاخده من احدى مزودين خدمة الانترنت. هاي الحملة بدها تكون كالتالي: اول اشي رسوم التركيب 99 شيكل اصبحت صفر، في عنا 30 دقيقة دولي لمدة 3 أشهر، وعنا مكالمات محلية غير محدودة لمدة 3 أشهر بيستفيد منها المشترك في بداية 1/4 لمدة 3 أشهر. جميع المستفيدين هم كل المشتركين اللي ما عندهم مش خدمة الـ ADSL Access، كل المشتركين اللي عنا في الضفة الغربية. طبعا في قطاع غزة في عنا احنا بعدنا على نظام اللي هو مشاركة الأرباح، فالخدمة تقدم من خلال مزودين الخدمة في قطاع غزة، ومن عندنا هون تقدم من خلال بالت الخط الأكسس، ومن خلال مزودين خدمة الإنترنت عشان خدمة الإنترنت. طبعا بحب أضيف شغلة كتير مهمة، إنه إحنا عندنا عدة قنوات. أول إشي قنوات في عندنا مراكزنا، في عندنا موزعين المعتمدين اللي هم عددهم 70 في الضفة الغربية، في عندنا اللي هم مزودين خدمة الإنترنت وعددهم 11 مزود، وكذلك بقدر المشترك يشترك في الخدمة من خلال 199. عشان نسهلها أكثر برضو على المشتركين، هم بقدروا يأخذوا خط النفاذ من معرض بالتل وبعدين ياخذوا خدمه الانترنت من مزود، وكمان اللي بيروح عند المزود سهلناها عليه، بدل ما يجي على بالتل ويرجع على المزود بيقدر ياخذ خدمه خط النفاذ من عند المزود. نزلنا لهم برنامج خاص بيعبوا عن طريقه المعامله وبودوها لبالتل وبعطوه خدمه الانترنت مباشره عشان نسهلها على المشتركين. وكمان برضو عشان نسهلها على المشتركين، في عنا عن طريق الويب سايت تقدر تتبع طلبك، اللي هو انت بتدخل بتحط رقم هاتفك على الاي سيرفيسز على الويب سايت وبتشوف طلبك وين صار باي مرحله صار عشان تتبع طريقة تركيبه وين صار. احنا اللي بطل يحسب لولنا له حياته، اذا بطل يحسب واخذ قرار انه يركب خط الهاتف، قررنا احنا انه نجعل حياته كلها بالوان زاهية زي ما انت شايف، اصفر واحمر وكحلي، وان شاء الله دائما تكون حياتنا مزهرة. لسه بتحسب كالتالي: كان في عندهم مميزات 30 دقيقة دولي و200 دقيقة محلي. هلا اللي بدخل حملة اللي لون حياتك راح يكون كالتالي: ال 30 دقيقة دولي بصير 60 دقيقة دولي لمدة 3 أشهر، ال 200 دقيقة محلي بصبح دقائق غير محدودة من بالتل لمدة 3 أشهر. مع العلم انه احنا بنحب ناكد ونضيف انه رسوم الاشتراك كانت 99 شيكل في خدمة الاي دي اس ال اصبحت صفر، وهي الحملة رسومها فقط 10 شيكل شامل لقيمة الضريبة المضافة، تدفع لمرة واحدة بتنزل على اول فاتورة. دائما في بالمستقبل القريب يعني توقعوا، يعني احنا بدناش نحكي انه يعني كل شهر، بس سنة 2011 تكون سنة واعدة لبالتل، يعني مش راح تنسوا بالتل وراح تضلكم دائما تشوفونا في السوق موجودين في حملات كتير منيحة. بديناها بتلوين وان شاء الله راح تكون يعني جميعها حملات مفرحة وحملات بس هدفها خدمة المشتركين. هاي الحملة حملة ADSL عملناها للمواطنين الكرام مشتركينا الأعزاء. ميزات الحملة هاي اللي هي مكالمات محلية غير محدودة، مكالمات دولية 30 دقيقة لثلاث شهور بتبلش من 1/4 ل 30 دقيقة. المشترك بإمكانه يقدم الطلب تبعه في أي مركز من مراكزنا، لطول كريم، جنين، قلقيلية، نابلس، أو من خلال 199. بإمكان المواطن يتوجه لأي مركز من المراكز، بإمكانه من خلال الاتصال على 199، بإمكانه من أي مزودين خدمة الإنترنت المتوزعين عنا في جميع المناطق بإمكانهم الوصول لهم. إحنا أولاً أخ عبد منرحب فيكم في مركز طول كرم، منرحب في تلفزيون الفجر الجديد اللي دائماً سباك وبواكب التطورات معنا وبواكب حملاتنا. بالنسبة للحملة اللي إحنا شغالين فيها حالياً، هي حملة بتخدم جميع المشتركين في محافظات الوطن كاملاً. إحنا منرحب في جميع المشتركين في محافظة طول كرم، مندعوهم للاستفادة من هذه الخدمة ومن الاستفادة من ميزات هذه الحملة، بالحصول على المكالمات المجانية، المكالمات المحلية والمكالمات الدولية، يعني خدمة موجودة لخدمتهم وبتلبي تطلعاتهم وأمانيهم. وأهلا وسهلا فيهم جميعا، وإحنا موجودين هنا موجودين لخدمتهم، وجنود مسخرين لراحتهم، وشو بدهم إياه إحنا حاضرين. لون حياتك ونورها كل يوم.
حول حياتك بتركيب خط ADSL Access مجانا من الاتصالات، واحصل على مكالمات محلية غير محدودة و30 دقيقة اتصال دولي مجانا ولمدة 3 شهور. رسوم الاشتراك في الحملة 10 شيكل فقط. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم المجاني 199 أو زيارة أقرب مركز اتصالات أو من خلال شبكة موزعين المعتمدين.